الاشتراك. طمنا على صحه المريض. بصي حضرتك يا اخويا، انا عملت له تحميله صغيره وان شاء الله زي الحصان بعد 10 دقائق ل 6 دقائق. ده انا هو بيحتاج لي راحه. وشو الدكتور؟ اذا هذه التحميله انا فين حطيت الالم؟ يحكى بأن ذات مرة ذهب رجل إلى حكيم ثم قال له: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أيها الحكيم؟ خير والحمد لله. أيها الحكيم، ما هي الشجاعة؟ إن شجاعة يا بني أن لا تنتقم من مسائلك، بل تتحمل وتصبر. وإذا كان فعله يثير غضبي؟ يجب عليك أن تتحمل وتتحلى بالصبر. تتحلى بالصبر. ومن ثم ضربه ضربا مبرحا حتى ذرفت عيناه دمعا، ومن ثم قال: اصلا قسم بالله اني عارف انك شداد، اذهب حالا اذهب. انا ذهب ايها الحاج. ما شاء الله طالب جامعي. ايوه جامعي، عندي سنه هذا وظيفه، فحبيت اقدم معك ان شاء الله خير. ان شاء الله برد عليك. ما شاء الله بصارك من المدرسة، إن شاء الله بنحاول أن نرد عليك. هذا بداية ما في خلاص العمل. الله يخليك. استريح استريح إن شاء الله الأمور طيبة بإذن الله. اللي بعد. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم بارك محمد. جميعا والله، لكن كل اللي يوم من طرف مبارك محمد ما عندهم شيء عليك وإنك أنت منهم. ايوه 55,000 ما يمكن يستوعبه في سوق في مليونين. مليون حياك والله. تفضلك. ما يحييك. لوك لوك. سوي سوي سوي. ها بس ندوك ندوك. سوي 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 سوي. اقول لك سوي لي صالون. ما عليك. او شي او شي. يعني ما وقع قصدي عاد ايش. بس يعني تعرف ان الواحد يكون سبع ايش ونتي عطسه.